على بركة الله متابعي قناة الشوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة وقف. تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة. نتمنى الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع. هذه الأجواء ممتازة مباشرة أصدقاء القناة، اللهم احفظ بلادنا من كل شر متابعي قناة الشوف تيفي. فنتمنى دائما الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع. وما عسانا أن نقول دائما اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. فنتمنى الخير والسلامة والعافية للجميع. هذه الأجواء مباشرة من إقليم تازة أصدقاء القناة، قناة الشوف تيفي. فتحية لجميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. وهذه الأجواء الأمنية أصدقاء القناة، وتواجد رجال الأمن الوطني بتازة. تحية لرجال الأمن الوطني أصدقاء القناة بتازة. هذه الأجواء مباشرة من تازة أصدقاء القناة. فنتمنى الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع. ومن هنا رسالة لمديرية الجهوية للأمن، نشكركم على المقاربة الأمنية دائما أصدقاء القناة، ونشكركم أيضا على استتباب الأمن بتازة. أجواء ما بعد الساعة 9 مساء أو أجواء ما بعد قرار الإغلاق مشحونة بنوع أقولها من الحيطة والحذر. فتحية للجميع. تازة من بين المدن اللي تهي ولات كتعرف نسبة الإصابات أو ارتفاع نسبة الإصابات في الجهة، ككل جهة فاس مكناس أكثر من 80 أو 88 إصابة أصدقاء القناة. فدائما نقولها الحيطة والحذر، والمزيد ثم المزيد ثم المزيد ثم المزيد ثم المزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي، التعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج. نتمنى دائما الخير من عند الله، السلامة والعافية لجميع أصدقاء القناة. فما عسانا دائما أن نقول ألف تحية لجميع أصدقاء قناة الشوف تيفي، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. وهذه الأجواء بتازة. وهنا نتمنى الخير، السلامة والعافية للجميع من قلب إقليم تازة. هذه الأجواء بهذه المدينة الصغيرة أصدقاء القناة. فتحية للجميع، جميع متابعي القناة لا داخل هذه المدينة ولا خارجها. تزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية شتنبر 2021، فحظ موفق لجميع الأحزاب اللي نجحت بفضل تصويت الشعب وفضل تصويت الساكنة. نتمناو أنكم ما تخذلوش ثقة المواطنين، ونتمنى أنكم ما تخسروش ثقة المواطنين. فكما شفتوا المواطن خدا العاتق المسؤولية ومنحكم الصوت ديالو باش أنكم تمثلوه لا في البرلمان ولا في الجهات ولا في الجماعات ولا في المجالس البلدية. فحظ موفق أقولها للجميع. عشنا تجربة مع قناة شوف تيفي، وزرنا مجموعة من أقولها من الدواوير والجماعات، وسمعنا كل قصة على حدة، كل مغربي والقصة ديالو أصدقاء القناة. فدائما نقولها الله يرفع علينا هذا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع، جميع أصدقاء القناة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. تازة أصدقاء القناة دخلت مرحلة جديدة هي الأخرى، مرحلة ما بعد حزب العدالة والتنمية، ومرحلة جديدة مع أحزاب جديدة وأحزاب اللي أعطت برنامج انتخابي وقالت للشعب ولساكنة تازة أننا قادرين نخلق التغيير. تغيير لا في مجال البنية التحتية ولا مجال الإنارة ولا مجال تشغيل خلق فرص الشغل. فإن صح القول تازم بالمدن اللي كتعرف مجموعة من المشاكل، مجموعة من المعيقات أصدقاء القناة. إنارة ضعيفة، إنارة ضعيفة بهذه المدينة الصغيرة الجميلة، إنارة ضعيفة. من المسؤول أقولها، من المسؤول على هذه الإنارة الضعيفة؟ بنية تحتية أصدقاء القناة، صعب أننا نهضروا على البنية التحتية. مدخل مدينة غير مدخل المدينة
أين الإنارة بمدخل المدينة؟ أين الإنارة؟ لا بالجهة الشرقية ولا بالجهة الغربية. فتحية لجميع الأحزاب اللي غتقود المرحلة، نتمنى لهم فقط الخير والسلامة، ونقولها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية، ونتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية لجميع أصدقاء القناة. وتحية لكم من هذا المنبر، منبر شوف تي في. هذه الأجواء مباشرة من تازة. تحية لجميع أصدقاء قناة شوف تي في، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، مرحبا بكم. ومع سنة دائما نقول اللهم ارفع عنا البلاء من ربوع المملكة المغربية. جولة بتازة من بين المدن الصغيرة والجميلة والرائعة، جميلة بالاحترام الساكنة ديالها، وجميلة أيضا. فنتمنوا دائما الخير السلامة والعافية لجميع، وأفتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. هذه الأجواء مباشرة من إقليم تازة. تحية للجميع، جميع أصدقاء لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. ونتمنوا دائما الخير السلامة والعافية للجميع. فتحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة. جولة بربوع تازة، ارتفاع درجة الحرارة كتخلي لأن الناس يخرجوا يجلسوا حدا بيبان الديور ديالهم، فارتفاع درجة الحرارة من الطبيعي. متابع قناة شوف تي في، فتحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة. ونتمنوا دائما، نتمنوا دائما الخير السلامة والعافية للجميع. كنلاحظ واحد الملاحظات أصدقاء القناة، أن المواطن كيف يمكن له يوصل الرسالة ديالو للمسؤول. فالرسالة للمسؤول ما كتوصلش بالسب والشتم والقذف، بل كتوصل بواحد طريقة حضارية. يعني خصنا نرتقي بالأفكار ديالنا باش يمكنهم يوصلوا للمسؤولين. فيكفي أنك تقول للمسؤول أنت مسؤول فقط على هاد الخروقات، الإنارة، الأسبال، مجموعة من الأمور، بدون سب وبدون شتم وبدون قذف وبدون تشهير. أصدقاء القناة، فتحية لجميع متابعي قناة شوف تي في لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. وهذه الأجواء مباشرة من تازة، نتمنى دائما الخير السلامة والعافية. جولة بأحياء المدينة أصدقاء القناة. هذه هي تازة، أجواء الليلية. فنتمنى دائما الخير السلامة والعافية للجميع أصدقاء القناة. وما عسنا أن نقول دائما تمنوا الخير والسلامة والعافية متابعي القناة. ونشكركم على التواجد ديالكم معنا في هذه الجولة الليلية أصدقاء شوف تي في.
جولة مباشرة من تازة في الأحياء الجميلة والرائعة أصدقاء القناة، من بين المدن اللي كيعجبني نعيش فيها اللي هي تازة أصدقاء. فنتمنى لكم أنكم تجيو ديروا جولة لهذه المدينة الصغيرة والرائعة أصدقاء القناة. فتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة قناة الشوفزين. تحية. فأقولها بالنسبة للمجالس الجديدة، لا مجلس جماعي ولا مجلس إقليمي، نتمنى أن يكون تغيير لا في البنية التحتية ولا في الإنارة ولا حتى في القناطر أصدقاء القناة. فشفنا البرامج الانتخابية ديالكم وقريناها، ونتمنى داكشي اللي في برامج يتطبق على أرض الواقع، نتمنى داكشي اللي في برامج يتطبق على أرض الواقع، ليس أمر منا لكن في خدمة التنمية والسير بعجلة التنمية ببلادنا. فما كرهناش كل أمور تكون مزيانة، ما كرهناش كل الجماعات تكون مزيانة، وما كرهناش المجال الحضري يكون مزيان. فتازة متبع القناة الإنارة جد جد ضعيفة، ونتمنى هذا المشكل يكون على رفوف رئيس المجلس البلدي الجديد، أيضا ايضا متبع قناة شوف تي في، مشكل ديال شاحنات النفايات او الازبال بتازة، اسطول غريب 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 متبع قناة، اسطول غريب. فنتمنى هذا الرسائل المواطنين انها توصل للمكاتب اللي غتكون غتسير الشأن المحلي بالمدينة. فنتمنى الخير للجميع، ونتمنى اي حاجة تخدم السكينة فهي شرف لنا احنا كطاقم اعلامي وكطاقم صحفي. جولة بتازة، هذه الاجواء اصدقاء القناة، هذه هي الاجواء بهذه المدينة الصغيرة الجميلة والرائعة. فتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة الشوف تي في. بالقناة نشكركم على تواجدكم معنا في هذا البث المباشر، استودعكم الله وإلى اللقاء.